مثلا هو في فلسطين مش زي اي دوله في العالم، يعني ممكن الدول برا بفكروا في اشياء ترفيهيه كثير، بفكروا في اشياء، احنا بنفكر في ايش؟ في سكن، في امن، في مي للمزرعه. يعني شوف كيف طريقه تفكيرنا احنا وطريقه تفكيرهم هم. يعني الناس اليوم بتطلع على القمر، وفي ناس طلعوا على القمر، واحنا لسه بنفكر في ابسط مكونات الحياه او العيش. زهدي حامد، فروش بيت دجان، عمري 30 سنة. يعني مطلوب للشباب انه يتوفر له بيت اذا بده يتزوج، طبعا يكون في عنده بيت صالح للسكن، بس للاسف هون مناطق الاغوار ممنوع السكن فيها، ممنوع البنى. يعني اللي بمنعنا من وجودنا او من تواجدنا في هاي المنطقه اللي هو الاحتلال الاسرائيلي. ما في مستقبل يعني في هاي المناطق حاليا. يعني الشباب مكبوتين من الداخل، مكبوت بكون الشاب. انا لما بدي اتزوج بدي اضطر اني اترك هاي البلد. ذكرياتنا بصراحه هون في مناطق الاغوار بشكل عام صعبه، يعني كلها جيش وطخ واطلاق نار وتسكيرات واغلاقات. يعني من 3 شهور تقريبا كان في تدريبات للاسرائيليين في المنطقه، وكانت كل التدريبات من مسافه الصفر، يعني من 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 امام البيوت والمنازل كانوا يطلقوا النار الاحتلال، فهذا عمل رعب للاهالي وللاطفال. يعني هلا من بدايه التدريب ممكن يستمر التدريب من 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 3 ساعات ل5 ساعات، والناس محجوزه في بيوتها ما بتقدر تتحرك. يعني هلا لو ما في عنا احتلال وما في عنا ضغوطات هنا على الاغوار بشكل عام او على فلسطين كامله، بتلاقي الحياه بتختلف عن يعني في امن، في سلام، في راحه، في تطور، وممكن نطلع على القمر.